مساء الخير متابعينا الكرام، مرحب بكم في لايف جديد وتغطيتنا المستمرة من داخل محافظة الدهلية وبالتحديد من احدى المراكز التابعة لمحافظة الدهلية. لقاء النهاردة من اللقاءات الجميلة والمتميزة، جولة داخل مزرعة نعام، هتعرفنا على فوائد النعام واكله ولحومه ومفيد بيه بالظبط. معانا المهندس احمد عاشر اللي هيعرفنا كل حاجة تخص النعام. ازيك يا باشمهندس؟ يا انسان زي حضرتك، شرفونا يا جماعه المزرعه. استاذنك تعرف نفسك للمشاهدين والمتابعين. مع حضرتك احمد العاشري، مهندس احمد العاشري صاحب مزرعه الفيروز للنعام. كلمني بقى، قول لي بقى مميزات النعام. يعني الشباب النهارده لو حد حابب يفتح مشروع زي مزارع النعام يفتحها ازاي؟ يبدا من كام؟ هو حضرتك بالنسبه لمشروع النعام هو مشروع كويس جدا ونسبه ربحه كويسه، واي حد يقدر يشتغل فيه سواء كان عنده خلفيه او ما عندوش خلفيه. مستو ان هو مشروع نظيف، تفهمني؟ يعني ده من تربيه الحيوانات، طائر النعام نفسه طائر نظيف. ممكن على حسب طبعا الوضع المادي، ممكن ب 20,000 يبدا مشروعه، ممكن ب 25,000، فعلى حسب برضو الوضع المادي بتاعه. ايا كان المبلغ اللي معاك انت ممكن تبدا بيه كبدايه، يعني ممكن ابدا ب 20، ممكن ابدا ب 50، ابدا ب 100، كل ده بيرجع على حسب الامكانيات، الوضع المادي، وعلى حسب المكان برضو اللي عندك. فممكن ابدا بالتسمين. التسمين بقى، التسمين ان هو انا عندي مثلا تسمين عباره عن انا بجيب نعام عمر صغير سواء كان عمر اسبوع او عمر شهر او اكتر من كده، وبخليه يفضل معايا دوره كامله اللي هي مدتها سنه. في الفتره ديت طبعا بيحتاج رعايه معينه، غذاء معين، المكان نفسه ليه مواصفات معينه. فمثلا نفترض هبدا ب 10 مثلا نعامات ولا حاجه، لو هجيب نفترض عمر شهر النهارده تقريبا عامل بنتكلم في 2200، يعني ب 22,000 ممكن ابدا المشروع بتاعي. يعني ممكن ابدا بنعامتين توصل؟ نعامتين اثنين ولا زيادة؟ هو اصل نعامتين مش هيبقى مشروع، انما عايز ابدا بنعامتين هبدا بيهم، احنا بنتكلم كمشروع. فعشان ابدا بمشروع بنتكلم مش اقل مثلا من 10 نعامات اللي هو 22,000 عشان اقدر ابدا بمشروع، اقدر اقول ان انا عندي مشروع. طب وابدا يعني المكان ازاي اربي نعامات؟ او الاماكن اللي المفروض اربي فيها نعام؟ انا عايز النعام المكان اللي هتربى فيه، يعني مثلا النعامه بتحتاج حوالي 10 متر مربع عشان تتربى فيه لما توصل العمر الكبير، وكل ما يكون المساحه اكبر كل ما يكون ده افضل. فنفترض هتكلم في على 10 مثلا نعامات، يبقى انا محتاج حوالي بتتكلم في 100 متر كحد ادنى للمكان. والمساحه دي بتختلف لو صغيره او كبيره، بتختلف في تربيه النعام؟ طبعا كل ما تكون كبيره كل ما تكون افضل، لان ساعتها النعام هيبدا يجري ويتحرك اكتر، فهيحرق دهون اكتر، هيبقى معدل النمو بتاعه افضل واحسن. المكان نفسه زي ما قلت لحضرتك بنحتاج حوالي ما يقرب من 10% من المساحه جزء مظلل او مغطى، عشان طبعا الشمس وعشان المطر والحاجات دي. يعني ما ينفعش ان انا اكون مزرعه النعام عندي كلها متغطيه؟ لا، يفضل يكون جزء كبير منها الاكبر مكشوف، عشان هو بيحتاج الشمس عشان نسبه الكالسيوم. هل عوامل الجو بتاثر على النعام في حاجه؟ يعني صيف او شتاء، هل ده له تاثير ولا لا؟ بالنسبه للنعام الصغير طبعا لغايه اقل من 3 شهور بتفرق طبعا معاه، لازم يكون محطوط في درجه حراره معينه او درجه جو معينه. الصيف طبعا ممتاز جدا بالنسبه له، عدى مرحله الثلاث شهور فبتبقى مناعته قويه جدا، فيقدر يتاقلم على اي درجه حراره سواء بقى كان في مطره، شتاء، برد، ايا كان. بالنسبه للامهات او الاسر اللي هي منتجه اللي بتبيض، طبعا العامل الجوي بيأثر على الانتاجيه بتاعتها. ففي عندنا في فتره اللي هي فتره الشتاء بنسميها فتره الراحه، النعام ما بيبيضش فيها او انتاجيته من البيض بتبقى قليله طبعا بسبب ان الجو بيبقى برد وكده. يعني هل النعامه بتبيض كم مره في السنه؟ او البيضه بتاعتها حضرتك بتقدر تكتشف ان هي فعلا جواها فعلا كتكوت او لا؟ اولا بالنسبه للنعام بيبدا النعام يبيض من عمر اللي هي الانثى، بتبدا تبيض من عمر سنتين لسنتين ونص كمتوسط تبدا تبيض. بتبيض كل قد ايه بقى الفتره بتاعتها؟ في المرحله الاولى اللي بنسميها مرحله البشائر بيكون انتاجيتها مش كتيره قليله، وما اقدرش اقول لك عدد معين ليها لان دي بتبقى فتره قليله او كميه الانتاج البيض في الاول بيبقى قليله. انما بعد كده بعد المرحله الاولى اللي هي بدات تبقى اسره منتجه، بنقول والله دي على مدار السنه النعامه دي جابت لنا مثلا 100 بيضه او فوق ال 100 بيضه، تمام؟ بس هل ال 100 بيضه او اللي فوق ال 100 بيضه او اللي اقل، هل بيبقى الاخصاب فيها او البذره فيها كلهم فيهم بذره؟ طبعا اكيد لا،
بيرجع على حسب خصوبة الذكر وعلى حسب حاجات كتير جدا. هل ده بيتم داخل مزرعة حضرتك برضو فكرة الإنتاج؟ بالظبط، الانتاج لما بناخد مثلا البيض بنوديه معمل تفريغ، انا عندي معمل تفريغ، فبنحط البيض في معمل تفريغ. المعمل ده طبعا ليه مواصفات معينة، مكان خاص، بنقوم بعملية التفريغ في مدة معينة، بعد كده بيبدأ يطلع الكتكوت، نبدأ نتعامل معاه نحضنه بشكل معين لغاية لما نكمل دورتنا على العادي، يعني لما يوصل مرحلة الذبح. شايف حضرتك يعني انا فاصل بين النعام وبعض، ايه الفكره بقى ان حضرتك فاصل بين النعام؟ دي بنعمل خصوصية لكل أسرة عن التانية، على أساس طبعا الأسرة تتكون من ذكر واتنين إناث، فكل ما يكون في خصوصية فبيبقى التركيز الأسرة مع بعضها بتبقى أفضل عما يكون الوضع مشترك، لأن طبعا هتلاقي الذكور هيبقى في على طول في مشاكسة مع بعضها أو كده. يعني معنى كلام حضرتك ان الذكور ما ينفعش يتحطوا في مكان واحد ينفع لو هم متربين من أساسهم مع متربين بعض. مع بعض، ففي الحالة دي بيقدر يتأقلم، بس طبعا لما بنعمل حاجة زي كده ما بيبقاش بكمية كبيرة، تمام؟ يعني ممكن نحط مثلا أسرتين مع بعض، إنما إحنا كتجربة لما يكون كل أسرة لوحدها بتبقى أفضل، يعني لما يكون أسرتين لعوامل كتير، نبقى عارفين مثلا نقدر نحدد البيض مين الأنثى اللي بتبيض أفضل، مين الأنثى اللي فيه عندها مشاكل، كذلك حتى لما نيجي نقدر نجيب البيض من الملعب نفسه بتبقى اللي هي معاملة خاصة. رحلة حضرتك يعني ممكن حد دلوقتي بيتفرج على الباشمهندس احمد عشري ما يعرفش رحلة حضرتك خدت منك وقت ومجهود قد ايه، كلمني بقى الرحلة بدأت ازاي انا وبدأت منين؟ في البدايه خالص اول ما بدات اربي، فكان بالصدفه بدور على النت، ففوجئت لقيت في ناس مربين نعام على السطح، وده كان بالنسبه لي حاجه غريبه جدا ان النعام يتربى على السطح، فبدات اسال واخش على مواقع لغايه لما عرفت طبعا ايه الاساليب اللي انا اقدر اربي بيها نعام. فباول ما بدات ب 10 نعامات، 10 نعامات 10 نعامات كنت جايبهم عمر شهر، وبعد كده دي كانت اول سنه ليا، الكلام ده كان من حوالي 7 سنين. بعد كده بدات اشتغل تاني سنه على طول، بدات اشتغل في الاسر، جبت اسرتين في الاول، وبعد كده من الاسرتين دولت بدات ان انا ازود انتاجي، وبفضل ربنا الحمد لله يعتبر عندنا مزرعه الحمد لله محترمه. يعني مجال كبير حضرتك، ممكن مش اي حد يقدر يتقمص او يدخل جواه ويعرف مميزاته وعيوبه، كلمنا بقى عن بص مميزات حضرتك، النعام وعيوبه. اكيد كل مكان له مميزاته وله هو عيوبه. كمشروع ليه مميزات، ان هو حاجه زي ما اقول لحضرتك ده مشروع نظيف شويه، اللي هو ممكن اي شاب يقوم بيه، اي فتاه ممكن تقوم بيها، لان مش محتاجش مجهود كبير، بيتعامل معامله خاصه، فدي دي من ضمن نعتبرها من ضمن المميزات. طائر جميل جدا، لو هنتكلم عن مميزاته كلحمه ده قصه تانية خالص. كلمني بقى مميزاته كلحمة. لحم النعام معروف ان هو لحم غني جدا بالبروتين، زيرو كوليسترول، ما فيش فيه كوليسترول، بيسموه لحم الملوك لان مهما تاكل منه ما بيجيلكش نقرس. لحمته بتبقى حمراء زيها زي اللحم البقري، ويمكن اعلى كمان كتير من اللحم البقري. سعر كيلو اللحمة بيوصل لكام؟ بنبدأ من 350 لغاية 400 سعر اللحم. الأماكن اللي المفروض يتربى فيها النعام، يعني أنا شايف حضرتك حاطط له رمل، إيه الفكرة إن هو يبقى لازم يتربى هو على أصلا ده النعام طائر صحراوي، فالبيئة اللي هو اتنشأ أصلا فيها بيكون بيئة صحراوية يعني فيها رمل، فإحنا بنحاول نحاكي المكان اللي هيتربى فيه النعام بالبيئة اللي هو الأصلية بتاعته. الحاجة التانية النعام بياكل أي حاجة، فالرمل ده بيساعده على عملية الهضم، فاحنا بنفرش الارضيه ايا كان طبيعه الارض ايه، بنفرشها حوالي من 8 ل 10 سم رمل عشان تبقى شبيهه بالبيئه اللي هو اصلا اتنشأ فيها قبل كده. يعني مميزات الربح اكتر من عيوب الخساره. بص انت حضرتك لو انت اشتغلت بطريقه علميه في اي مجال بوجه عام بيبقى فيه نسبه الخساره طبعا تبقى قليله ونسبه الربح تبقى اكتر، يعني في مجال النعام يعني هو جت فتره من الفترات كان في فعلا في شيء من الخسائر بسبب في دربكه كبير وارتفاع الاسعار الاعلاف وكده، انما في المرحله الاخيره الحمد لله بدات الدنيا تظبط شويه ونسبه الربح فيه بتبقى اعلى من نسبه الخساره. وزن النعامة ممكن يوصل لكام كيلو؟ بالنسبه لنعام التسمين بنقول ممكن طبعا لو النعامة ممكن توصل فوق ال 150 كيلو، انما بوجه عام نعام التسمين اللي هو صالح للذبح بنبدا نقول ممكن من 75 كيلو لغايه ممكن 120 كيلو. طب والعمر؟ ممكن يعني عمر النعامة يوصل ل عمر الذبح بنتكلم من سنة لسنة ونص، ده أفضل وقت للذبح، ممكن نذبح قبل كده ممكن نذبح بعد كده، بس احنا بنتكلم كأفضلية، إنما كعمر إنها تعيش النعام بيعيش لفوق 70 سنة. 70 سنة. اه
لو سألت حضرتك ايه المواقف الجميلة للنعام اللي مش قادر تنساها لحد دلوقتي من وقت ما لا بدأت تربية كتير النعام، كتير، ايه في مثلا؟ مواقف كتير جدا يعني، دي بالذات بنلاقيها في الاسر بالذات، لان طبعا هنا الذكر بيبقى بيعتبر ان الملعب بتاعه ده المملكه الخاصه بتاعته، ممنوع حد يقدر يخش له هنا او يتعامل معاه بسهوله يعني. فحصل موقف كتير طبعا بيهجم الذكر، فاكتر من مره اضطريت ان اطلع من فوق السور عشان اتفادى ضرباته يعني. ضربة الذكر ممكن تأثر إن هي ممكن تموت واحد. ضربة الذكر تبقى طبعا خطر جدا لو جت في مكان خطر، لأن رجله قوية جدا جدا فوق ما تتخيل، فبتبقى صعبة جدا يعني. نصيحة حضرتك للشباب بقى لو عاوز يبدأ مشروع في تربية النعام. والله أنا بقول لحضرتك مشروع النعم من المشاريع اللي أصبحت مربحة، وخاصة إن هو بدأ يحصل فيه تعارف كتير على النعام وإقبال عليه. ممكن بمبلغ زي 20,000 أو 22,000 يبدأ بمشروع النعام كمشروع. طبعا ده لو معاه مبلغ يعني لغايه ممكن مليون يبدا بمشروع النعام، طبعا على حسب الامكانيه الماديه، ممكن يكون دي بدايه مشروعه. المشروع بينقسم لجزئين، ممكن يبقى اما ان هو شغل تسمين او شغل اسر منتجه بياض، ده متاح وده متاح. فمستو ان هو حتى لو انت عندك اي وظيفه او اي مجال تاني غير مجال مش هيأثر عليه. مش هياثر عليك، لان هو ما بيحتاجش مجهود، ما بيحتاجش وقت، ما بيحتاجش يعني مثلا مجهود للنظافة او الكلام ده كله. بتبقى ممكن طفل صغير يقوم بالموضوع، زي المكان اللي حضرتك شفته ده، انت بتبقى عامل اماكن العلف والمية من خارج الملعب، فممكن اي حد يقدر يقوم بالموضوع ده. شكرا جدا لزوار انا حضرتك، تحت شكرا امرك جدا على وشرفتنا اللقاء جدا، الجميل ده. انا تحت امرك وشرفتنا جدا مشاهدينا يا متابعينا الكرام، زي ما حضراتكم شايفين كنا النهارده داخل اكبر مزرعة نعام بالدقهلية. بشكركم مشاهدينا متابعينا الكرام على حسن المشاهدة والمتابعة، بشكركم وإلى اللقاء.